المحارب الحكيم يتجنب المعركة. تعبر إحدى أشهر الاقتباسات للجنرال الصيني تسانزو مؤلف كتاب فن الحرب، وهي تصف تماماً كيف يحب رئيس ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز العمل مع خوسيه أنخيل سانشيز، وهو الرجل الذي يتم إرساله إلى ساحة المعركة. باختصار، خوسيه هو اليد الذي يبطش بها بيريز ليبقى معشوق المدريديستا حول العالم، واختصاراً لخوسيه أنخيل سانشيز فهو يلقب بجاس بأخذ أول حرف من كل اسم. فمن هو جاس؟ ولماذا طرد راموس وزين الدين زيدان؟ حضر كوبا من مشروبك المفضل لنخبرك من هو رجل الظل في ريال مدريد. بداية القصة مع بيريز. جاس شخصية غير معروفة في عالم كرة القدم. يأتي خوسيه أنخيل سانشيز في المركز الثاني بعد بيريز في المخططات التنظيمية لريال مدريد، ومنذ إقالة خورخي فالدانو في عام 2011 الذي كان يشغل منصب المدير العام في ذلك الوقت، تم تكليف خوسيه أنخيل سانشيز بمسؤوليات كبيرة. خوسيه ماريا غارسيا هو صحفي رياضي متقاعد معروف، وهو أحد أكبر أعداء بيريز، حتى أنه قال في مقابلة أن فلورنتينو بيريز هو الرئيس الأكثر فساداً في كرة القدم الإسبانية. وفي عام 2000 اكتسب خوسيه أنخيل سانشيز ثقة بيريز من خلال منع غارسيا من انتقاد بيريز باستخدام روابطه في وسائل الإعلام الإسبانية، وربما كانت مثل هذه الخدمات سبباً في جعل بيريز يثق في سانشيز. مسيرته. كان خوسيه أنخيل سانشيز الذي عمل كرئيس تنفيذي لشركة سيجا من عام 1995 حتى عام 2000 في جنوب أوروبا أحد أوائل الرجال الذين جلبهم بيريز خلال فترة ولايته الأولى في النادي، والتي بدأت في عام 2000. لقد كان الرجل المثالي لجعل ريال مدريد علامة تجارية عالمية. كان خوسيه أنخيل سانشيز رائد الفلسفة الجديدة في ريال مدريد إلى جانب بيريز الذي كانت أولويته الأولى دائماً التسويق، وساعده نجوم مثل ديفيد بيكام وزيدان ورونالدو الذين عرفوا باسم الجالاكتيكوس. وفي عام 99-2000 لم يتم بيع أي مباراة في البرنابيو كما يجب أن تكون الأرباح، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو. ولكن بعد فوز بيريز في الانتخابات تغير كل شيء. ساعد خوسيه أنخيل سانشيز الذي كان مدير التسويق للنادي في ذلك الوقت في رفع صورة وقيمة شعار ريال مدريد، وبدأت رحلتهم لتحدي الحدود واللغة والعرق. تعرض ريال مدريد لانتقادات بسبب هذا النهج لأنه جعل الجانب غير متوازن. على سبيل المثال، أقالوا ديل بوسكي الذي فاز بالكثير مع ريال مدريد وفاز بكأس العالم مع إسبانيا في عام 2010 لأن بيريز شعر أنه ليس مديرا عصريا وتمرد ضد نهج الجالاكتيكوس. رفض بيريز الصعود إلى نفس الطائرة مع ديل بوسكي لأكثر من عام عندما سافر الفريق، على الرغم من أن ديل بوسكي كان على حق في انتقاد بيريز وتوقيع بيكهام لأنه ربما كان أحد الأسباب التي جعلت الجالاكتيكوس الأول يفشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات. ولكن بيكهام جلب 600 مليون يورو في التسويق والبضائع وفقا لخوسيه أنخيل سانشيز. تسويق العلامة التجارية. ربما كان بيريز وسانشيز من القلائل الذين أدركوا أهمية قيمة العلامة التجارية والمال في كرة القدم. لقد أتقنا فن العيش في اقتصاد عالمي كناد ولعبا دورا حيويا في رأس مال النادي، مما ساعد في إزالة الديون وتحسين مستوى الإنفاق وبيع منشأة التدريب القديمة سيوداد ديبورتيفا مقابل 400 مليون يورو والانتقال إلى مرافق تدريب أفضل في فالديباس أو سيوداد. كان ريال مدريد إنجازا كبيرا آخر. في عام 2006 ترك فلورنتينو بيريز النادي وأصبح كالديرون الرئيس الجديد، ولكن من المدهش أنه قرر إبقاء خوسيه أنخيل سانشيز في النادي، وتمت ترقيته كمدير عام للرئيس. وكان لخوسيه أنخيل سانشيز علاقة جيدة جدا مع الجميع في مدريد، على سبيل المثال بريدراج مياتوفيتش الذي زرع معه خطة جلب هيغوايين ومارسيلو وفرناندو غاغو الذين كانوا صفقات ممتازة في ذلك الوقت. كان سانشيز أكثر مشاركة في شركة ACS وهي شركة هندسة مدنية يملكها بيريز ولم تكرس وقتا كافيا لريال مدريد. يذكر خوسيه أنطونيو أبيلان في كتابه الاعتداء على ريال مدريد أن سانشيز كان المتحدث باسم بيريز في مجلس الإدارة خلال عهد كالديرون، وكان يخبر بيريز بالخطوات التي اتخذها المجلس في غيابه. لطالما اعتقد خوسيه أنخيل سانشيز أن ريال مدريد يجب أن يتم خصخصته بالكامل، وهو ما سيجلب
تريليون يورو للنادي، ويجب إيقاف أسهم الشركات المساهمة، ويجب إدارة النادي مثل بقية الأندية الأوروبية الكبرى. لكن بيريز وسانشيز ليسا على نفس الصفحة في هذا الموضوع، ويعتقد بيريز أن هذا مستحيل تماماً. وخلال الفترة الثانية لفلورنتينو بيريز، أراد أعضاء مجلس الإدارة إقالة سانشيز، وكان أحد الأسباب وراء ذلك فضيحة الفساد التي تورط فيها مع شركة المراهنات بوين خلال فترة كالديرون. لعبت ابنة أنطون باريرا مدير برشلونة السابق دورا حيويا في جعل شركة بوين راعية لريال مدريد، ولكن عندما تم التوصل إلى الصفقة ذهبت كل العمولة التي كان على بوين دفعها إلى جيب سانشيز، ولم تحصل ابنة باريرا على أي شيء. ولكن على الرغم من كل هذا، أبقى بيريز على خوسيه أنخيل سانشيز في ريال مدريد. وكما ذكرنا سابقا، عندما أقيل فالدانو في عام 2011، أصبح سانشيز أكثر من مجرد ملك للتسويق. الجلاكتيكوس. بدأت فترة بيريز الثانية بإحضار نجوم جلاكتيكوس إلى النادي. تم إنفاق 257.4 مليون يورو في موسم 2009-2010، وجلب نجوماً مثل كريستيانو رونالدو وكاكا. كان خوسيه أنخيل سانشيز هو من أقنع بيريز ببذخ الأموال على كريستيانو رونالدو، الذي أصبح في ذلك الوقت أغلى لاعب في كل العصور. في فبراير 2013، تم تكليف زيدان باستكشاف جارث بيل من توتنهام، الذي كان يعتبر في ذلك الوقت مجرد خطوة أقل من كريستيانو رونالدو وليو ميسي، أعظم لاعبين في كل العصور. وفي يونيو تم تكليف خوسيه أنخيل سانشيز بإحضار جارث بيل إلى البرنابيو. مرة أخرى لم يخيب سانشيز الأمانة، وجعل جارث أغلى لاعبا في كل العصور. لاعبين شباب بثمن بخس. ولكن منذ التعاقد مع جارث بيل، تخلى بيريز عن سياسة النجوم الكبار، وأصبح أكثر اهتماماً بالتعاقد مع اللاعبين الشباب من النخبة، الذين يأتون بثمن بخس ولا يشكلون مخاطرة كبيرة من الناحية المالية. والسبب وراء ذلك هو الأموال التي تضخها أندية الشرق الأوسط في كرة القدم الأوروبية، وصفقات البث التلفزيوني المجنونة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد اعترف بيريز بحقيقة مفادها أن ريال مدريد لا يستطيع المنافسة مالياً معهم، وأنه لم يعد القوة المالية العظمى الوحيدة في عالم كرة القدم. كما يثير هذا السؤال، ما إذا كان ينبغي بيع ريال مدريد لمالك خاص كما اقترح خوسيه أنخيل سانشيز؟ ويشكل سانشيز أهمية كبرى في هذه السياسة الجديدة التي ينتهجها ريال مدريد، وهو ما يتضح من خلال التعاقد مع أسينسيو مقابل 3.5 مليون يورو فقط. وأشار المدير الفني لبايرن ميونخ ميكا هايل ريشكي مؤخرا بسانشيز بسبب هذه الصفقة قائلا: عليك أن تجعل من خوسيه أنخيل سانشيز نصباً تذكارياً. ولعب سانشيز دوراً حيوياً إلى جانب التعاقدات والتسويق. على سبيل المثال، كان بمثابة الجسر بين النادي وجوزيه مورينيو، وقد صرح علناً أن قانون بيكهام يجب أن يعود إلى إسبانيا، خوفاً من أن الليغا لن تتعامل مع الدوري الإنجليزي الممتاز إذا كان لديها قوانين ضريبية صارمة، بينما يدفع لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز ضرائب أقل. الثعلب خوسيه. ولكن إلى جانب هذه النجاحات، فقد شهدنا تعرض خوسيه أنخيل سانشيز لانتقادات شديدة، وكان أحد أبرز الانتقادات التي واجهها هو يوم الفاكس الذي استخدمه في صفقة الحارس ديخية. كما تعرض سانشيز لانتقادات لاذعة بسبب طرد ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا في ديسمبر كانون الأول عام 2015 بسبب إشراكه دينيس تشيرشيف غير المؤهل للمشاركة. كان خوسيه أنخيل سانشيز مطلوبا بشدة في عالم كرة القدم، وبعد وقت قصير من نهائي دوري أبطال أوروبا في ميلانو عام 2016، قرر سانشيز الانتقال إلى جيست فيوت، وهي منظمة الوكلاء الأكثر نفوذا في عالم كرة القدم المملوكة لصديق سانشيز خورخي مينديز، لكن بيريز أقنعه بالبقاء. أشارت التقارير في عام 2016 إلى أن مورينيو أراد سانشيز ليحل محل إدوارد وارد، رغم أنه حصد جائزة جلوب سوكر كأفضل رئيس تنفيذي لعام 2022. لا يتمتع خوسيه أنخيل سانشيز بعلاقة جيدة مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين مثل مانويل ريدواندو، لكن بيريز منذ عودته احتفظ به حتى يومنا هذا، ليصبح ريال مدريد أكثر قوة مالياً. ومنذ عام 2011 زادت قيمة العلامة التجارية لريال مدريد بنسبة 146.73%، وفاز مدريد بخمسة ألقاب للدوري وستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، بما في ذلك 3 انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا خلال حقبة زيدان.
طرد زيدان. كان خوسيه أنخيل سانشيز اسماً يتردد بشكل مستمر في وسائل الإعلام بين مشجعي نادي ريال مدريد، خاصة عند مناقشة القضايا الإدارية وسوق الانتقالات وخطة النادي المستقبلية. يبدو أن خوسيه أنخيل سانشيز كان الشخص الذي أشار إليه زين الدين زيدان في بيانه التاريخي حول أسباب رحيله عن النادي. زيدان وجه اتهامات صريحة للإدارة بعدم دعمه بالشكل المطلوب وعدم نيتها في ذلك مستقبلاً، كما أشار إلى أن الإدارة سربت تقارير إمكانية إقالته للصحافة في منتصف الموسم. في البداية بدأ أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد هو المتهم الأول في بيان زيدان الرسمي، لكن عند التبصر في الأمر بنظرة أعمق قد نستنتج أن المقصود بكلام زيدان ليس بيريز، حيث تربطهما علاقة جيدة تماما على المستوى الشخصي والاحترافي. كما شكره زيدان بشكل خاص في نفس الخطاب الذي وجه فيه أصابع الاتهام للإدارة، مؤكدا امتنانه له لمنحه فرصة تمثيل ريال مدريد كلاعب ثم كمدرب. كانت مشكلة زيدان مع إدارة ريال مدريد تتعلق باختلاف في وجهات النظر، حيث كان زيدان ينظر للأمر من الناحية الرياضية البحتة، بينما كانت الإدارة مهتمة بالجانب الاقتصادي بشكل أكبر. عند الحديث عن الأمور الاقتصادية والخطط المالية، كان خوسيه أنخيل سانشيز يتصدر المشهد تماماً، مما أثار الفضول لمعرفة المزيد عن هذه الشخصية الغامضة في النادي الملكي. أزمة التجديد مع راموس. اتهم الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالتخلي عنه في حوار مسرب أذاعه برنامج التشيرينغيتو، مما أثار الشك والغموض حول مستقبل المدافع الدولي مع نادي ريال مدريد. وكان البرنامج الإسباني الشهير قد سرب الحوار الذي دار بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وقائد الفريق الملكي راموس على هامش لقاء سيلتا فيغو الأخير في الدوري الإسباني، حيث التقى الطرفان في ممر غرف الملابس. وفقا للبرنامج، اتهم راموس الرئيس بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز برغبتهما في رحيله عن النادي. قال راموس لبيريز: أشعر بأنكم تتخلون عني. وأضاف راموس في الحوار المسرب: أعتقد أنكما، أنت وخوسيه أنخيل سانشيز، تريدان مني ترك الفريق. ولكن حقيقة الأمر أن سانشيز هو من أقنع بيريز بضرورة رحيل راموس أو توفير عقده المالي 10%. مدرب جديد. ويقدر الرئيس التنفيذي لنادي ريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز تشابي ألونسو بشكل كبير، ويرى الكثيرون في النادي أنه شخص يمكنه العمل بشكل جيد مع جيل الشباب في النادي، على الرغم من أن الرئيس فلورنتينو بيريز أقل اقتناعا بأنه مستعد تماما لهذه الخطوة بحسب صحيفة ذا أتلتيك، وقد نراه مدربا لريال مدريد في موسم 2025. وبالنسبة لبعض المشجعين، فإن خوسيه أنخيل سانشيز هو الرجل المثالي ليحل محل بيريز ويواصل فلسفة بيريز، ولكن لا يمكننا أن ننكر حقيقة أن بيريز فقط هو من أبقاه في مدريد، وهو ليس شخصية شعبية في مجلس الإدارة، وقد يكون هذا هو السبب في أننا قد لا نراه رئيسا أبدا. مع كل هذه القصص والتفاصيل المثيرة، يبقى خوسيه أنخيل سانشيز شخصية محورية في ريال مدريد، يستمر في تشكيل حاضر النادي ومستقبله بقراراته الجريئة ونظرته الاستراتيجية. ورغم التحديات والانتقادات، يظل سانشيز واحدا من أهم العقول المدبرة خلف النجاحات التي حققها النادي الملكي في العقدين الأخيرين. وفي النهاية، سواء كنت من عشاق ريال مدريد أو مهتما بكواليس إدارة كرة القدم، فإن قصة خوسيه أنخيل سانشيز هي شهادة على القوة الخفية التي تقود الأندية الكبرى إلى المجد بفضل عمله الدؤوب وشراكته الاستراتيجية مع فلورنتينو بيريز. سيظل سانشيز جزءا لا يتجزأ من تاريخ ريال مدريد ومصدر إلهام لأولئك الذين يسعون لتحقيق النجاح في عالم الرياضة والإدارة. وأنت عزيزي متابع ستيب سبورت، هل تعرف شخصية مثل سانشيز أو تتمنى أن يكون مديرا لناديك المفضل؟ أخبرنا بذلك في التعليقات.